دكتورة أشواق الهاشمي، أول إماراتية متخصصة في صناعة ونحت الأطراف الصناعية في الإمارات. أشواق هي بنت إماراتية عادية، خرجت من المدارس الحكومية، طبعا بالدعم والبيئة اللي الإمارات موفرتها للمرأة قدرت أوصل للوضع اللي أنا فيه الحين، وأنا أحمد ربي عليهم يعني بكل جوارحي. حاليا أنا أعتبر أول نحاتة طبية إماراتية وأول وحدة خليجية تمتهن المهنة هاي. طبعا المهنة هاي تعتبر من المهن النادرة جدا، اللي أنا أتشرف أني أنا أكون دخلت فيها لما فيها من الجانب الإنساني البحت. رحلة بدأتها دكتورة أشواق مع صناعة الأطراف ونحت الأعضاء البشرية من مستشفى راشد، حيث اكتشفت قدرتها على ترميم الأعضاء الصناعية. في البداية هوايتي في الرسم والنحت كان سبب رئيسي لتعلقي في المهنة هاي. بعد ما اكتشفتها أنا في مستشفى راشد، أنا لما تقدمت إلى مستشفى راشد كنت متقدمة لوظيفة إدارية، بس سبحان الله شاءت الصدف أني أنحط في قسم العلاج الطبيعي كمساعدة علاج طبيعي لفترة مؤقتة. طبعا في قسم العلاج الطبيعي في مستشفى راشد قدرت أتعرف على الأستاذ دار الأتكنز اللي من خلاله تعرفت على المهنة هاي، ومن هني بدأت الانطلاقة والشغف بأني أنا أحاول أني أمتهن هالمهنة أو أتدرب عليها. فتم تقديم طلب من ناحيتي للإدارة العامة أني أنا حابة أني أدخل في هالمجال بما أنه مجال نادر وما في إلا دراسة متوفرة أني أنا أقدر أتوجه إلها. وبدينا بعد أن احنا نحاول نقنع المستشفى أن هالمهنة يعني هالنوعية من الخدمة السيرفيس مطلوبة في الدولة، ومبين اصلا من العدد الحالات اللي تجي للمستشفى، فلذلك حبينا ان حد من الاماراتيين يمتهنها ويتعلمها. امنيتي مركز دشنته اشواق الهاشمي ليكون انطلاقتها في عالم التخصص المستقل في صناعه الاطراف الصناعيه، حيث يعد المركز الاول من نوعه في مجال صناعه الاطراف الصناعيه في الامارات وفي المنطقه. إنشاء المركز تم تقريبا في عام 2012. المركز كان بدعم من مؤسسة الشيخ محمد لدعم مشاريع الشباب، وكان دعم رائع بحيث أن احتضنوا الفكرة بما أنها فكرة مثل ما تقولين مميزة وفيها خدمة إنسانية كبيرة الكثير من الحالات اللي يعني قدرنا ان احنا نثبت وجودها في الدوله، وحالات اخرى تجينا من خارج الدوله. زرناها في مقر عملها وعشنا معها تلك التفاصيل الدقيقه الخاصه بنحت الاعضاء، ادوات ومعدات تستخدمها اشواق تحاكي بها العضو المبتور بكل حرفيه حتى يخال للراي ان العضو لم يبتر قط. بالنسبة للعين الاصطناعية تعتبر من أكثر الحالات اللي توصل لمركز أمنيتي، في حدود تقريبا من 85 إلى 90% الحالات اللي توصلنا تكون عيون اصطناعية. طبعا تصنيع العيون الاصطناعية يتم تصنيعها من الألف إلى الياء في المركز، يتاخذ القياس من عين المراجع بمادة خاصة طبية، من بعد ذلك يتم تصميم العين بحيث انه يكون مطابق للعين والستراكشر الداخلي لعين المريض نفسه، ويتم مطابقة الألوان للعين السليمة بحيث ان التغطية بالنسبة لحالات العيون تكون بشكل وايد ممتاز، ممكن نوصل فيها لحدود 95% كتغطية كاملة، ما يبين نهائيا العضو انه عضو اصطناعي.
تصنع من مادة الأكريليك، ومادة الأكريليك تعتبر مادة طبية، أوكي؟ وكل ما كان تركيب العدسة جيد لمحجر العين الداخلي فالمريض يكون مرتاح لها، نقدر نقول 100%. فضروري ان العدسة تفصل للمريض نفسه وما تكون من الأنواع اللي تي كجاهز ويتركب دايركت للعين بدون أي قياسات. بالنسبة للشخص اللي المفروض انه او بالنسبة للشخص اللي يمتهن المهنة هاي، الشيء الضروري انه يكون ملم بالأمور الفنية، سواء كان من ناحية النحت، الألوان، الأمور هاي كلها. الجزء الفني في المهنة هاي يعتبر تقريبا شيء أساسي ومهم لأي حد يمتهن هالمهنة. ف طبعا عشان تمتهن المهنة هاي تحتاج اللي هو الإلمام الفني الكامل، والإلمام أيضا الطبي بالحالات اللي أنت تستلمها لتركيب الأعضاء. طبعا التلوين، احنا لما نسوي تلوين يتم التلوين على ألوان عين المراجع نفسه، فيتم تركيب العروق الألوان الخاصة في عين المريض، في عين المراجع نفسه يتم تركيب الألوان والعروق مطابقة لعين المراجع نفسها. بالنسبة للحالات العيون، لما يكون الإصابة في عين واحدة لازم نطابق العين السليمة، بحيث ان احنا نسوي له عين اصطناعية مطابقة قدر الاستطاع للعين السليمة، بحيث ان لما يلبسها المفروض ان ما تقدر تفرق ما بين العين السليمة والعين الصحية. هاي تقريبا احنا في مرحلة اللي هو عمل الالوان الداخلية. طبعا الالوان تي طبقات، بالنسبة للايرس عدة طبقات، ومن لون للون يختلف على حسب كم طبقة نحتاج ان احنا نسوي. من ضمن الأجهزة اللي إحنا نستخدمها في تصنيع العيون عندنا اللي هو جهاز التلميع، وهذا الجهاز هو تلميع بالشمع، وهو اللي يسوي لنا تلميع العين بالشكل هذا. وهاي تعتبر القوالب الخاصة في العيون. هني إحنا بعد ما ناخذ القياس نقوم بعمل القالب للقياس الخاص بالمراجع نفسه. بعد القالب نسوي الكاستنج للمادة اللي هي مادة الأكريليك، بعدين يتم أخذ القياس تجربته على المريض. في حالة إذا القياس ممتاز طبعا تبدأ اللي هي مراحل التلوين والهاي لتضبيط العين والتلميع، كما شفنا في شلون احنا لمعنا العين بجهاز التلميع. فهاي تعتبر القوالب الخاصة في تصنيع العيون. بالنسبة للأعضاء تقريبا تختلف، يعني مدة تصنيع العضو يختلف على حسب أول شيء العضو شو، سواء كان عين أو كان أجزاء من الجسم فيها، يعني يكون سيليكون أو يكون أكريليك، أو ممكن يكون عضو دامج ما بين الاثنين السيليكون والأكريليك، بالإضافة إلى حالة المراجع نفسه، لأن في بعض الحالات تكون شوي صعبة فتحتاج منا وقت اكثر، ممكن نعيد القطعه اكثر من مره، يعني مش ضروري ان احنا نخلص القطعه من اول قطعه نركبها. يعني مثلا عندك في بعض الحالات اللي يكون في ضمور في محجر العين نتيجه ان الشخص ما ركب عدسه صار له فتره او شيء من هالقبيل، لما نركب له العدسه نعطيه شيء مثل اكسباندرز توسيعات، بحيث ان احنا نوسع السوكت لما ترجع حجم العين متناسق مع العين الطبيعي. بالنسبة للشفي، احنا اول ما بدينا المهنة هاي بالنسبة للناس اللي تخصصوا في المهنة هاي المفروض يكون عندهم السكيل الفني، ف 50% من المهنة سكيل فني بحت و 50% اللي هو طبي. فلازم تكونين ملمة بالحالات مثلا اللي تصاب فيها العين، بالاستئصالات، نوعية الاستئصالات، تكونين ملمة شلون تعرفين اذا هالبيشنت عنده التهاب او عنده مشاكل صحية في العين، ساعتها يكون في تواصل مستمر بيننا وبين الأطباء بحيث إنه يسوون العلاج الخاص للالتهابات والمشاكل اللي تتعرض لها العين. فالإلمام الطبي من ناحية الحالات هاي شيء مهم جدا، وهذا إحنا تعلمنا في مستشفى راشد. تخصصها النادر من نوعه أبهر القائمين على مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كان دعم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد،
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدعم كان وايد كبير. هيئوا لي المكان وهيئوا لي البيئة وهيئوا لي المعاملات اللي مضيت فيها عشان نفتح المركز هذا. هيئوا لي من ناحية الليسنات الطبية والليسنات العادية، فدعمهم يعني كان مثل ما تقولين الخطوة الأولى لمركز هالنوعية من الخدمة. ومركز أمنيتي إنه يطلع على 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 الساحة. الحمد لله النتيجة اللي وصل لها مركز أمنيتي في خلال هالأربع سنوات اللي إحنا اشتغلنا فيها نتيجة وايد حلوة. صار يستقطب حالات كثيرة من دول مختلفة. قبل كنا نستقطب من الخليج العربي اللي هو مجلس التعاون، حاليا لا، صرنا نستقطب من دول اخرى مثل عندك مثل السودان، مثل مصر، مثل اليمن. نستقطب حالات ايضا من دول مختلفة حتى خارجية مثل روسيا. من رايتني حالة من روسيا، وتينا اتصالات ايضا من ناس يبغون يتدربون على المهنة. بس حتى الان احنا ما يعني ما تسنى، بعدنا في بداياتنا، ما تسنى ان احنا نفتح مجال لتدريب، وما عندنا الامكانيات لذلك حاليا. فالحمد لله يعني بهالدعم قدرنا ان احنا نطلع بمركز انا اعتبره في المجال هذا قاعد يسوي سياحه طبيه في دبي من ناحية المراجعين اللي يجون من الخارج، وخدمة مجتمعية للناس اللي موجودين في الدولة. باعتبار مشروع الأستاذة أشواق مشروع خدمي بحت وغير ربحي، لذلك تم توجهي إلى مؤسسة محمد بن راشد، وقامت المؤسسة وفريق مؤسسة محمد بن راشد لدعمها في مجال الاستشارات وإرشادها أيضا في دراسة الجدوى وتسهيلات الإجراءات الحكومية أو الجهات الداعمة، منها هيئة الصحة في مجال الترخيص أو التصريح الطبي. بما أن مجال الدكتورة أو الأستاذة أشواق مجال نادر جدا، وهي كأول امرأة إماراتية وعربية في هذا المجال. قصة زكية ضحية العنف الزوجي جسدت في فيلم فاز بجائزة الأوسكار العالمية، حيث تسلمت الدكتورة أشواق الجائزة بعد أن كانت قادت حملة تطوعية خيرية لمساعدة المشوهين وفاقدي الأطراف في الدول العربية. بالنسبة لزكية، هي حالة مرأة باكستانية تم حرق نصف وجهها بمادة الأسيد من قبل زوجها. والمرأة هاي طبعا سوت ضجة، صراحة ضجة عالمية، بعد تصوير فيلم وثائقي إلها، أوكي، اسمه Saving Face. الفيلم الوثائقي هذا فاز بجائزة الأوسكار عالميا، وفاز بجائزة أفضل ترشيح جمهوري في سينما أبوظبي. الفيلم كان يتداول ويتكلم عن اللي هو حالات النساء المضطهدات في باكستان، والتي يتم حرقهم بمادة الأسيد، لأن النسبة اللي كانت موجودة في باكستان وايد كبيرة، فتقريبا 100 مرأة تحرق سنويا عندهم بمادة الأسيد. بالنسبة لزكية كان الهايلايت مال الفيلم والإضاءة كلها عليها. تم طلب المساعدة من الإسلاميك هيلب في بريطانيا من قبلنا، بحيث ان احنا نحاول، بما ان احنا الدولة الأقرب لباكستان اللي عندها هالنوعية من التخصص النادر واللي مش موجود قريب لهم، فطلبوا منا احنا ان احنا نحاول نغطي الحاله هاي، لان الجراح التجميلي اللي سوالها الجراحه قال بتحتاج نهائيا قطعه، لان ما بيقدرون يعيدون الشكل كما كان طبيعيا. فطبعا احنا من ناحيه مركز امنيتي لبينا الموضوع، وتم تغطيه كل تكاليف العضو، تكاليف سفر الفني اللي قام بعمل هذا شو اسمه العضو، وكل شيء من ناحية مركز أمنيتي. وشاركنا بالفيلم من هذا المنطلق،
وطبعا كان قبل ما نشارك بالفيلم كانت المشاركه من ناحيه الاسلاميك هيلث في بريطانيا، بحيث ان احنا نساعد الحاله هاي، لان اول ما طرشوا لي الصور مالها صراحه انا تعاطفت معاها، لان نصف وجهها كان تقريبا نهائيا يعني منشال. فيحزني وايد لما اشوف حالات نساء تكون مضطهدات بالشكل هذا او تتعرض لاشياء مثل هاي، وخصوصا في دول اسلاميه. احنا سوينا لها قطعه البروستيسز اللي تركبت في اخر الفيلم، وطبعا اذا كنتم شاهدين للفيلم بتشوفون شكلها قبل شلون كانت دائما تغطي وجهها وهي طالعه في اي مكان، بس في اخر الفيلم كشفتها وطلعت وهي مرتاحه. اتقانها في صناعه الاعضاء جذب لها العديد من المرضى والمترددين على مركزها من كافه انحاء الوطن العربي بل ومن العالم ايضا، حيث شاركت دكتورة أشواق في ترميم وجه امرأة باكستانية تعرضت لتشوه شديد، الأمر الذي جعلها تعبر إلى العالمية. فعندك مثلا من الكويت يأتنا كم حالة، ومن بعدها بدأت الحالات تأتي من الكويت، لأن واحد من الحالات أعلن في إذاعة من إذاعات الكويت أن ليش إحنا الكويت ما عندنا هالفازيلتي وفي الإمارات موجود، وحط اسم المركز والهاي لأنهم يفتقرون لهالنوع من أنواع التخصص. ومن هني مثل ما تقولين السمعة الطيبة اللي أنت بنيتيها مع المراجع هذا اللي طالع من عندك وواثق أن شغلك 100% وواثق أن أنت أعطيتيه من قلبك القطعة هاي، هو بيروح يسوي لك الإعلان والهاي، لأنه شاف شيء مميز عندك. بالنسبة لإصابات الحروب تينا بعض الحالات عن طريق المؤسسات الخيرية، تينا من فلسطين، يتنا كم من حالة معظمها تقريبا عن طريق المؤسسات الخيرية، بس نحن لا نمانع يعني في حالة لو أي جهة كانت محتاجة أن احنا ندعم ومحتاجة من مركز أمنيتي أن يقدم هالنوعية من الخدمات لأي حالات من حالات الحروب خارج الدولة، احنا مستعدين. طموحي اني انا اقدر من خلال هالتخصص اني اسعد اكبر عدد ممكن من الناس. دكتورة أشواق الهاشمي، اناملها المبدعة في الترميم والنحت وصناعة الاعضاء جعلتها في مصاف النساء الاماراتيات الرياديات في الدولة وفي العالم. شكرا جزيلا، وشكرا لمؤسسة الشارقة الاعلامية على الدرع هذا الرائع وعلى البرنامج الرائع اللي فيه إنارة ومثل ما تقولين دعم للريادة، يعني للريادة النسائية في الإمارات. شكرا.